非常高兴啊，再次同埃米尔殿下会面。世界杯赛程已经过半，现在是八强，今天晚上有一场比赛吧。我相信世界杯啊将取得圆满的成功，是一届能够载入史册的世界杯。مرت أغلب المباريات في بطولة كأس العالم، والآن متبقي عدة مباريات اللي هي المباريات الحاسمة، وكما تعلم هي أول مرة تقام في العالم العربي، واستقبلنا مئات الآلاف من الناس من جميع أنحاء العالم، من ضمنهم من أصدقاء من الصين. بالنسبة لعلاقات فخامة الرئيس، العلاقات القطرية الصينية والله الحمد علاقات متميزة جدا. أيضا الشركات الصينية بنت أكبر ملعب في قطر، وهو ملعب لوسيل الذي سوف يستضيف المباراة النهائية.